أما هلأ حنروح لفقرة جديدة ونحكي فيها عن الحرف التقليدية اللي مو بس هي هواية لأصحابها، هي اليوم عم تجمع ما بين عالم الفن عالم الإبداع يقدر صاحب هذا المشروع يخلق قطع جميلة، قطع مميزة ينزل فيها إلى خلينا نقول للسوق وينافس بعض المنتجات الموجودة. اليوم رح نفوت بهذا المجال ونحكي أكثر عن صناعة الشموع وهي القطع المميزة اللي كنا عم نحكي عليها اللي جمعت ما بين الإبداع وما بين المهارة والهواية. وضيفتنا لليوم هي مرام الرواس، مصممة أعمال يدوية. مرحبا يا مرام. صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ صباحك، أهلا وسهلا فيك. دائما هيك بتبهرينا بالأشياء الجميلة والإبداعات. بداية مرام، خبرينا عن معرض ثمار اللي شاركتي فيه. عملنا معرض الأسبوع الماضي بمركز ثقافي أبو رمانة، اشتغلت على لوحات من شرايط الساتان، اشتغلنا على اكسسوار، واشتغلنا على الشموع الحلوين اللي انتم شايفينهم. الفكره انه كان المعرض كثير حلو، كان في عليه كثير اقبال كمان حلو. يعني الصراحه انبهرت بكميه الاقبال اللي اجت على هذا المعرض. حتى يعني كان في زوار للمركز الثقافي، يعني ما كانوا عم بيعرفوا انه في معرض، كثير فاتوا بالصدفه شافوا اللوحات وكثير حبوا الشغل. يعني بشكل عام الفكره انه على طول نحن محصورين بفكره المعارض، انه يكون المعرض هو عباره عن لوحات رسم او اللوحات التقليديه اللي نحن متعودين عليها. يلي ميز هذا المعرض انه هو كان معرض بيضم اكبر عدد من الحرف اليدويه جمعتهم ضمن معرض واحد. حتى اشتغلت على موضوع صواني محفوره حفر على الخشب، كمان جابت كثير اقبال حلو، انه انا بجيب قطعه الخشب وبنحتها بالطريقه اللي انا بدي اياها بالشكل اللي انا بدي اياه، وبكتب عليها العباره او الاسم او الشيء اللي انا حاببته. فكان المعرض جميل كثير وهيك، يعني تجربة جميلة. يعني هو دائما نقول المعرض هو بوابة لعرض المنتجات والاستفادة ايضا من قصص ثانية موجودة بقلب معرض، ممكن تستهويكي قطع ثانية من مصمم اخر. ذكرتي اليوم اللوحات وكنتي عم تشتغلي عليها ضمن المعرض، شو الادوات اللي كنتي عم تستخدميها ضمن اللوحات؟ تمام. هلا نحن لما بدنا نفوت بموضوع تطريز، نحن بدنا نكون عم نشتغل فيني اقول لك كتكنيكين او كطريقتين. الطريقه اللي هو الاولى هي انه انا عم بشتغل مثلا خليني اقول لك مفرش طاوله او مخده، فانا هون بدي الجا للطاره الدائريه وشد عليها القماش اللي انا بدي اشتغل عليه واشتغل. هلا الادوات اللي نحن بتلزمنا هي ابره خاصه بالتطريز، الشرايط او الخيوط اللي انا بدي اشتغل فيها، وتقريبا بس. وبدنا لمقص، وهدول القصص الاساسيه. بدنا وقت وبدنا وقت وصبر. تمام. التكنيك الثاني، لما انا بكون عم بعمل لوحه، انا بدي اكون عامله اطار اللوحه بالقياس اللي انا بدي اياه، ومن خلال هذا الاطار انا يعني بشتغل الرسمه فورا على اللوحه. يعني ما في داعي انه انا جيب اطار واشتغل عليه وبعدين برجع اعمله على لوحه، لا، انا بشد القماش فورا على اطار اللوحه وبشتغل فورا بطبق شغلي عليها. طيب مرام، شو اكثر الالوان اللي بتجذبك لما بتستخدمي تطريز لوحه؟ هلا بشكل عام انا يعني انا كشخصيتي انا كثير بحب الالوان، يعني بحب الالوان الصيفيه، بحب الالوان المفرفحه. بس بدي اقول لك شيء، انه نحن اليوم عم نقدر نشتغل على طلب الزبون. لانه نحن اليوم مثلا بتجي زبونه هي مختاره لون لديكور البيت شوي غريب، تمام، فهي بتكون بحاجة لتعمل شيء قريب عليه او شيء ناسقها، يعني على نسق هذا اللون او يناسب هذا اللون. فممكن نلجأ لالوان هي مالها كثير مألوفة بس تعطي بدي، يعني لما تنعرض مع الديكور تعطي انه كثير شيء حلو بروفيشنال. يمكن القطعة المميزة بتطلع افضل، تكون تحدي لإلك. يعني انت اليوم قادرة تنجزي هاي كونها شيء غريب، يعني انت ما كنت متعودة او كل يوم عم تشتغليها نفس القطعة، يعني فحلو التميز بقطعة ثانية. كونك ذكرتي الالوان والصيف، اليوم عم شوف مجموعة من الشموع ومثل ما انا شايفين يعني الوان الصيف اختها مرام. خلينا نروح لهذا المجال، وهذا مشروع لحاله جميل نحكي عنه، وطبعا عم نستخدم نحن العطر ضمن الشموع. تمام. نحكي عن هذا المشروع. هلا هذا المشروع اللي نحن ضميناه لمشروعي،
احنا يعني التقينا اكثر من مره وحكينا عن اكثر من شيء. الشموع انضم لمشروعي، وكمان انا دربت، قلت لكم انه انا دربت يعني سيدات على صناعه الشموع وصناعه الصابون. هلا نحن بنحتاج يعني بدي شجع الصبايا اللي هن حابين يبلشوا مشروع جديد ومو عارفين كيف يبدوا. مشروع الشمع ومشروع الصابون هو مشروع جدا جميل وجدا بسيط، يعني جدا سهل مربح ومربح. وبدي اقول لك انه نحن فينا نشتغل، هلا حنحكي على التكنيكات اللي فينا نشتغل فيها، يعني كيف بدي اقول لك، باقل تكاليف وباحسن كواليتي، وكمان يعني شيء نقدر نشتغل فيه بهذا الوضع اللي بالبيت. نحن فيه تماما بالبيت. هلا نحن اول شيء بنحتاج لشمع خام، بنحتاج لعطور، العطور اللي نحن بنحبها، يعني تخيلي حتى فينا نعمل شمعه بالبارفان تبعنا او ببارفان حدا بنحبه، حتى الصابون نفس الشيء. بنحتاج لشمع خام، بنحتاج لعطر، العطر اللي نحن بنحبه، بنحتاج لالوان مبدئيا، الوان شمعيه خاصه بالشمع وقوالب. تمام، بنفوت بفكره القوالب. نحن بنحتاج قوالب، وممكن ما نستخدم قوالب اذا نحن مبلشين مشروع كتير جديد مثل السيدات اللي انا دربتهم، هن ما كان عندهم هي القدره الماديه انه هن يشتروا بالبدايه قوالب سيليكون. فنحن هلا رح نحكي كمان عن بدائل القوالب. فكرة أول شيء إنه نحنا لما بنبلش نشتغل الشموع نحنا محتاجين لحرارة، تمام؟ نحنا محتاجين لحرارة. هلا فينا نشتغل على غاز، فينا نشتغل على طباخ الكهرباء اللي نحنا بالعادة نستخدمه، تمام؟ محتاجين لحمام مائي. ممكن كمان في طريقة بديلة عن الحمام المائي، لأنه في كتير صبايا تعذبت بالحمام المائي. نحنا ما لازم يفوت مي للشمع أبداً. يعني اذا فات مي للشمع نحن خربت عنا كميه الشمع. فممكن يستخدموا الميكرويف، يذوبوا الشمع ضمن الميكرويف وبعدين يصفوا. يمكن هي اسهل واضمن. تمام، لانه هن بيحصلوا على درجه الحراره اللي هن بدهم اياها من خلال الميكرويف بدون ما يحتاجوا لميزان حراره. تمام. فكره انه قلت لك ممكن نستخدم غاز، ممكن نستخدم طباخ، بس نصل لدرجه حراره معينه نحنا منضيف اللون اللي نحنا حابينه، منضيف العطر اللي نحنا حابينه. كمان بدي أوجه فكرة إنه في صبايا بيجوا بيقولوا إنه نحنا بعد ما عملنا الشمع وصبينا طلع عنا الزيت أو العطر يعني على وش الشمعة، فعطى منظر أبداً ما له حلو، خرب شكل الشمعة. هون بدي أقولك إنه هي يا بتكون حاطة العطر على البارد، يا حط العطر بدرجة حرارة كثير عالية بالشمع، تمام؟ فهون ما بينسجم الشمع مع العطر. كيف لازم تكون درجة حرارته؟ درجة الحرارة بدها تكون بين 75 ويعني 80 ماكسيموم. بدها ميزان. ايه، يعني بين 75 وال 80، أقل من هيك حيفصل وأكثر من هيك حيفصل. وكمان بدي أقول لك كمان في صبايا بتفكر إنه هي كل ما كترت عطر كل ما حتفوح الريحة أكثر. هي كل ما كترت عطر كل ما حتخرب الشمعة أكثر. بتزيد نسبة الزيت. تماماً. والشمع بدي أقول لك إنه هو ما عنده قابلية إنه هو يتشرب العطر. يعني هو بالنهاية مادة صلبة، تمام؟ قد ما ساخ هو بالنهاية مادة صلبة، يعني هو ما رح يشرب العطر مثل مثلاً الصابون. تمام، فنحن بدنا نحط بنسبة معينة يقدر يتقبلها الشمع، بنفس الوقت نحن بس نشغل الشمعة تعطي ريحة حلوة. بدي احكي هيك لمحه سريعه بس عن بدائل القوالب الشمع مشان الصبايا اللي هن مبلشين جديد يقدروا يستفيدوا من هذا الشيء. اول فكره هي انه انت مثلا عندك مطربانات صغيره مالك شغل فيها، ممكن تصبي فيها الشمع، ممكن تعملي ستيكر برات المطربان، تعملي له ستيكر، تعملي له ربطه، تعملي له شيء يطلع شكله كثير حلو ونفس الوقت انت تستفيدي منه. الفكره الثانيه مثلا احنا كلياتنا بنكسر كاسات في البيت، خلينا نكسرها على الشيء الايجابي، فعلى طول عندنا كاسه فرديه ما لها اخذ. ممكن تستغل هي الكاسه، ممكن ترسم عليها من برا، تمام، وتصب الشمع بقلبها، فكمان هي فكره كثير جميله وكثير مميزه. ممكن حتى انا كنت عامله بالمعرض اناء فخار، عندي اناء فخار صبيت كمان بقلبه شمع ولونته من برا، كمان عطى ديزاين كثير حلو. هلا الفكره الثانيه انه كمان مين مننا ما بيعرف النايلون البابل هذا اللي كنا نطقطقه وقت كنا صغار، هذا احلى شيء قريب على هذا الموديل. تمام، فنحن هون ناخذه على الكاميرا، نصب عليه الشمع ونعمله مثل شكل خليه النحل. تمام، فكتير كتير في بدائل، حتى في صبايا وقت كنت عم دربهم صاروا يستخدموا غطى المطربان تاع
تمام ويصبوا فيه شمع وبعدين يشيلوه من قلب الغطاء. في صبية كثير حبيت فكرتها، هي جابت صدف من البحر وصبت الشمع بقلب الصدفة، فكثير طلع شكلها حلو. فنحن كثير عندنا بدائل عن طيب هذا الخيط بسيطة. انا هذا على طول بسال، طيب اذا المادة سائلة وانا سكبتها بقلب هاي الكاسة، اوكي تمام، طيب انا كيف بدي اثبت هذا الخيط كونه انا عم اتعامل مع مادة سائلة يعني؟ طيب رح اقول لك اول شيء، رح اقول لك السر. اول شيء نحن لازم نكون ملزقين الفتيل بسفل بقاع الشيء اللي نحن كشفناكم. لازم نكون ملزقينه كرمال يضل بالنص، يعني هلا الخيط اذا مال هيك او هيك الشمعه بتميل وقت تشعليها ما بتضل عم تدوب على النص، تمام. فنحن لازم نكون مثبتينه بالمركز ونصب الشمع فوقه، فهون بيضل هو جامد، يعني بدي لما بتجمد الشمعه بيضل هو بالنص. في انواع معينه للشموع مرام؟ في انواع معينه مستخدمه للشموع؟ اكيد في انواع للشموع، في شمع الصويا، في شمع العسل، في شمع هلا كثير دارج هو هيك شكل حبيبات، تمام. هلا لكن او في شمع البارافين، هلا هو ارخص شيء وللتعليم وكذا البارافين، بعدين بيجي احسن شيء هو الصويا. انت بتستخدمي الصويا اكثر شيء؟ تمام. في شمع اللي بيجي جيل كمان كثير حلو، يعني اليوم كله صويا المعنى؟ ايه صويا. وكمان بدي اقول لك انه نوع الفتيل كثير بيلعب دور، يعني في فتيل لو ثبتتي ولو شو ما عملتي هو ما بيشعل، يعني ما بيدوب الشمعة، هو بس تشعليه بيغرق بقلب الشمعة، يعني الشمعة بالنهاية انت ما بتستفيدي منها بشيء اذا كان نوع الفتيل هو ماله منيح. تمام، تبقى منظر بس يعني. طيب اليوم تسويقيا كيف عم تشتغلي عليها غير معارض؟ تسويقيا اول شيء انا عندي سوشيال ميديا، يعني فيسبوك انستغرام، كثير هدول عم يلعبوا دور. عم بشتغل على موضوع البازارات، كمان حكينا المرة الماضية عن موضوع البازارات، في بازارات عم تدعم كثير المشاريع الصغيرة. ما بدنا كمان نتجاهل موضوع المعرض. أنا حكيت بمرات قبل إنه المعارض هي عم تكون ضمن المراكز الثقافية مجانية تماماً، تمام. فهون في صبايا أوقات عن جد هنن ما عندهم القدرة المادية إنه هنن مثلاً يدفعوا تكلفة بازار أو يشتركوا ببازار كرمال هنن يسوقوا منتجاتهم، فهنن ممكن يلجأوا لموضوع المعارض. تمام. كمان بدي اقول لك انه السوشيال ميديا هي متاحه يعني اليوم للكل، يعني اي صبية بلش مشروع جديد فيها هي تبلش مثلا تعمل جروب، تعمل صفحه وتبلش تسوق من خلالها. شو كمان بدك نحكي؟ تمام، كل بدك اياه. في صبايا بيحبوا انه اليوم انت وصلتي لهي المرحله، عم تمشي بخطوات بالاعمال اليدويه، هي عباره عن موهبه لحتى دائما تضلي عم بتجددي. وصلتي لمرحله ممكن انه حدا يطلب منك شيء، انت عم تحكي لنا اليوم الخطوات يعني على الهواء، عم ناخذ منك سر المهنة. إصرار. في أشخاص ما بيحبوا يدربوا، في أشخاص فعلا بيدربوا، ممكن ينطلب منك بعض الصبايا أنه تعطيهم الخطوات الأساسية وتساعديهم بهذا الشيء بمشاريعهم؟ أكيد ما عندي مشكلة، لك أنا دربت أطفال ودربت صبايا ودربت سيدات وبأكثر من مكان، يعني دربت أطفال ضمن نادي صيفي، دربت سيدات مع مؤسسة إنانة ومع الأمانة السورية، ودربت صبايا حتى بمدارس يعني أنه كحصص وهيك. ليكي شو الفكرة؟ الفكرة انه نحنا ما لازم اذا نحنا بنعرف نعمل شيء ما لازم نحنا نخليه عنا. ممكن صبية تجي تتعلم مني وهي تنجح اكثر مني، هي تضيف لمستها. ليكي بالنهاية ما في شيء، في ناس بخافوا من هاي النقطة انه نعلم وتنجح اكثر مني. بالنهاية ما في شيء اسمه والله انا بدي خلي الفكرة بس عندي او انا بدي احتكر الفكرة بس لإلي، تمام. يعني اليوم خلينا نحكي هيك بواقعية، اليوم اليوتيوب يعني صار بيعلم كل العالم. ما يعني تماما، يعني ما في شيء سر يعني. ما عاد في شيء سر. ليكي ممكن هلا انا اترك مثلا هي الخطوات الفينش النهايات، يعني انه شيء خاص فيني، بس هو بالنهايه ما بيضر للصبيه اذا انا ما علمتها اياه. هي شو قصدي؟ البصمه الخاصه بمرام تماما، يعني لمستي مثلا في صبيه تعلمت الاساسيات، تعلمت اساسيات الشموع وهيك، فهي صارت كل ما بدها تعمل قطعه تحط لها جليتر على وشها، تحط جليتر، فهي البنوته صاروا زباينها تعرفوا عليها انه هي البنوته بتحب الجليتر، فالصبيه يلي بدها توصي على شيء في جليتر بتحكي معها، صار في شيء لها مميز. تمام. في صبيه مثلا هي قررت انه تعمل كل الشموع اللي هي عم تشتغلها مثلا بروايح فواكه. تمام. فهي تميزت انه هي البنوته بتعمل مثلا شموع بروايح فواكه، فالصبايا اللي بيحبوا روايح الفواكه هن بيتجهوا لعندها. تمام. ما في حدا ممكن يحتكر لك شغلك ابدا، بالعكس طول ما لكي كل شخص بالحياه له لمسته وله بصمته وله شخصيته،
ولا تفكري انه مثلا هاي الشغله مثلا تعلمتيها خلاص حتطلع مثلك مثل الصبيه الثانيه. اكيد لا، كل يوم كل واحد له مثل ما قلنا لمسه وبصمه خاصه. وعلى فكره كل قطعه بالشغله الشخص هي بتعبر عن شخصيته وبتتعلق فيه اكيد. تماما، يعني ممكن درجه اللون على فكره، يعني مثلا انا هلا تعالي قولي لي عيدي لي هي درجه اللون ممكن ما تطلع معي نفسها. هي شغل ساعته هي القصه الابداعيه. يعني هي الفكره انه انا مثلا ممكن اكون نسيانه كميه اللون او انا دامجه لونين مع بعض بمعايير معينه ما يرجع يطلع معك مره ثانيه. تمام. طيب اليوم على هذا بهذا الصباح نتشكرك هدول القطع الجميله مرام، نتمنى لك التوفيق بمشروعك ونشوفك دائما ضمن معارض وبازارات تخدم هي الموهبه الجميله. شكرا مرام.